أوكي ممتاز. مرحبا بكم جميعا. أول شيء حابب أشكر المنظمين لويكي عربية الويكيميديانز من الجزائر. أنا اسمي جاك رباح، أنا مدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا مع مؤسسة ويكيميديا. صار لي مع المؤسسة حوالي 6 سنوات عزيزة. أول 4 سنين كنت ساكن بعمان، أنا أصلي من الأردن، وآخر سنتين صار لي ساكن بالولايات المتحدة بفلوريدا. وأنا اليوم كثير كثير فخور ومبسوط أكون معكم نتكلم ونحكي، يكون عندنا زي نقاش مع بعض عن بناء الشراكات مع بعض. خليني بس أشوف السلايد ثواني. اوكي ممتاز. حابب احكي لكم عن دور فريق الشراكات من المؤسسه. من خلال الشراكات مع الحكومات والشركات التكنولوجيه والمنظمات الغير ربحيه، نقوم بتوسيع نطاق ويكيبيديا ونزيد المشاركات للقراء والمحررين، ونعمل على تقديم التكنولوجي المستمر للمشاريع المعرفة الحرة على ويكيميديا. هدف الفريق تكوين شراكات بخدم الرؤية المشتركة لحرية المعرفة لجميع الناس. الفريق الشراكات هو مؤسس من جهتين، جهة استراتيجية وجهة إقليمية. من الجهة الإقليمية في عندنا مدراء إقليميين في أمريكا اللاتينية، في جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا وشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. آسف ما بعرف ليش الصفحة بتاخذ وقت عشان نقلبها، بس اوكي ممتاز. اقدم لكم فريق شركات المؤسسه. هاي صورنا. هلا احنا لامريكا اللاتينيه حاليا عم نفتش على مدير اقليمي، فبس حبيت بس افرجيكم الصور الناس اللي بشتغل معهم يوميا. الصف الفوق الفريق الاستراتيجي، المديره التنفيذيه هي يائل، والصف الثاني هو المدراء الإقليميين، مديرنا خورهي فارغاس من كولومبيا. هلا حابب شوي أعطيكم أفكار عن الشراكات اللي نشتغل عليهم بالمؤسسة. إحنا نجد ونحافظ على شراكات ويكيميديا عبر عدد من القطاعات. القطاع الأول هو مصنعي الأجهزة. نعمل على الترويج للتطبيقات لمصنعين الأجهزة في الأسواق الناشئة. في الهند، هذا المثل في الهند، الفريق البرودكت بمؤسسة ويكيميديا بنوا تطبيق ويكيبيديا لأجهزة جيو، تلفونات جيو الخلوية في الهند. المثل الثاني هو إعادة استخدام محتوى ويكيبيديا وويكيميديا. في بالمؤسسة بنينا شيء اسمه معنية ويكيبيديا، هو ويكيبيديا بريفيو. ويكيبيديا بريفيو يسمح لمجلات إلكترونية أو صفحات إلكترونية للمستخدمين والقراء، يسمحوا لهم أن معرفة عن الملخصات الويكيبيديا
اللغه العربيه. يعني اذا بيكونوا هم على صفحه بيقدروا بالماوس يحطوا على الكلمه والكلمه نفسها يعطيهم ملخص كاملا من ويكيبيديا. كمان حبيت احكي معكم عن المجتمع المدني، هذا الرقم 3 المثل، هو تدريب طلاب الجامعات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لانضمامهم الى حركه ويكيميديا. اهداف الشراكات مع المجتمع المدني تعليم الطلاب كيفيه انشاء مقالات جديدة على ويكيبيديا العربية. هذا ملخص شوي قصير، بدنا بعد شوي نتكلم أكثر بتفاصيل عن هذه القطاع. المثل الرابع هو وكالات الأمم المتحدة. إحنا نشترك معهم نحضر معلومات عن فيروس كورونا الخاص بمواضيع الصحة لمنظمات الصحة العالمية وإلى ويكي كومنتس. والمثل الخامس هو الحكومات، إتاح المحتوى التعليمي للمعلمين والطلاب من خلال وزارة التعليم في كولومبيا. حابب اليوم احكي لكم عن شراكه بين مؤسسه ويكيميديا وافكار بلا حدود لتعريف وتدريب المحررين الجدد من منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وانضمامهم الى الحركه. هذا ملخص شوي قصير، نحكي في تفاصيل شوي اكثر، بس انا حبيت شوي احكي لكم عن الشراكه بتمويل من ويكيميديا وبدعم من فريق الشراكات. تقوم منظمة أفكار بلا حدود بتنفيذ برنامج ترجمي جامعي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إنشاء مقالات جديدة على ويكيبيديا العربية. هذا البرنامج مهم لنا، يسمح لنا أن نختبر نموذجا جديدا لتجنيد المحررين واحتفاظهم باحتفاظ بهم من خلال المنظمات الموافقة. آسف. هاي التجربة حالياً في 4 جامعات في العراق، وسيتم تكرار التجربة إن شاء الله العام 2022 في جامعات في الأردن والمغرب ولبنان ومصر. حبيت شوي أعطيكم بيانات من أول فصل خلص بالعراق. تم إنتاج 533 مقالة جديدة ومحصلة على ويكيبيديا العربية. حوالي 125 طالب وطالبات انضموا إلى التدريب، و 85% أكملوا الدورة، وأكثر من 55% من المشاركات كانت من النساء. هاي الصفحة ممكن أعطيكم الرابط كمان شوي، بحكي تفاصيل أكثر عن البرنامج. برنامج مشروع مسابقة طالب الجامعة المترجم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهاي الصفحة بتفرجينا الداشبورد اللي موجود، اللي ممكنكم كمان تشوفوا تفاصيل أكثر عن المقالات وعن المحررين بهذا البرنامج. وحابب أفرجيكم هذا الفيديو، هذا فيديو من الطالبة من جامعة بالعراق اللي كانت من ضمن المسابقة ونجحت في المسابقة. إن شاء الله الفيديو يزبط وتسمعوا منها.
مشاركتي في مسابقة طالب الجامعة المترجم كانت هي تجربتي الأولى في مجال الترجمة والتحرير، لكن بفضل الدروس التي كانت مقدمة لنا من قبل مؤسسة بيت الحكمة، استطعت ترجمة أكثر من 5 مقالات وتحرير أكثر من 80 مقال على ويكيبيديا بمختلف المواضيع. لذلك فإن هذه المسابقة ساعدتني على اكتشاف قدرتي في الترجمة وتطويرها من أجل تقديم خدمة مجتمعية للقارئ العربي عن طريق ترجمة المقالات وتوفيرها بلغة سهلة وبسيطة له. إن شاء الله الصوت كان مسموع. وحابب أعرفكم على المدير التنفيذي لمنظمة أفكار بلا حدود، السيد فيصل المطر. فيصل سامعني؟ نعم معك. سامعك. تفضل فيصل، احكي لنا شوي عن منظمة أفكار بلا حدود، وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا عزيزي. أهلا وسهلا للمتابعين من جميع الدول العربية. معكم فيصل سعيد المطر، أصلي من ولدت في محافظة بابل في العراق، لكن ربيت في محافظة بغداد في العاصمة، وهاجرت من العراق لأمريكا في سنة 2013. علاقتي مع ويكيبيديا علاقة جدا قوية من طفولتي. لما فتحت الويكيبيديا العربية كان عندي اهتمام كبير بالمواضيع الفلك وايضا مواضيع العلوم والثقافات الاخرى حول العالم، فكان في يعني مقارنه كبيره ما بين الويكيبيديا الانجليزيه اللي كان فيها كثير من المقالات حول هاي المواضيع ولكن اقل كان موجود في الويكيبيديا العربيه. فكان عندي اهتمام من الطفوله في الترجمه، اهلي درسوا في بريطانيا وتعلمت اللغه الانجليزيه في العمر الصغير، فكان عندي يعني جدا اهتمام بربط خاصه في ذاك الوقت طلاب المدرسه في العراق. في انا درست في المتميزين اللي هي من المدارس الوحيده اللي تدرس اللغه الفرنسيه واللغات الاخرى في العراق، فكان عندي اهتمام جدا كبير بانه اتكلم مع جماعتي في مواضيع الفلك ومواضيع العلم والثقافه. فكانت ويكيبيديا هي نوعا ما من المواقع اللي نزورها في كطلاب في مدارس المتميزين وايضا في المدارس الاخرى في العراق. فمن حولت جت الفرصه بانه افتح انا مشروعي اللي هي منظمه الافكار بالحدود. قبل المشروع كنت اعمل في مشروع بدعم من شركه جوجل اللي هو movement.org، وتعلمت نوعا ما انه كيف المواضيع ما يسمى بالسيفل سوسايتي اورجانيزيشنز، المجتمع المدني والمنظمات الثقافيه كيف تعمل، صارت عندي خبره في هذا الموضوع. فحققت حلمي بصناعه ببدايه منظمه ان الهدف الكبير من عندها هو احياء المحتوى العربي وربط العالم العربي من الجهه الثقافيه والجهه العلميه بالعالم الاخر. فالبرنامج الكبير او المؤسسه الكبيره داخل هذا البرنامج في المنظمه اسمه برنامج بيت الحكمه الثاني. اللي يعرفون بيت الحكمه هو كان مركز ثقافي في بغداد لترجمه الكتب العلميه والثقافيه من اليونان والروما وعده الحضارات في ضمن الخلافه العباسيه. فعملت ان نعمل برنامج 2.0 لانه كنا يعني احياء لهذا المركز الثقافي ومركز العلمي داخل العراق داخل الوطن العربي ككل. فبدينا قسم برنامج الترجمه بقياده احمد الرئيس، هو من مؤسسين برنامج انا اصدق العلم، واللي هو كان ايضا من العراق وصديق من الطفوله. فهو اول من الاشخاص الاولين اللي اشتغلوا لنا بالمنظمه، اللي هو بنى فريق الترجمه اللي موجود حول العالم العربي ككل، من العراق الى سوريا الى لبنان الى مصر الى الاردن ايضا الى المغرب. فأول شيء كان تركيز عندنا كبير على الكتب، فترجمنا قسم من الكتب العلمية اللي موجودة في المكتبة بيت الحكمة 2.0 على الانترنت. أيضا في بنينا برنامج للويكيبيديا، فمن بداية البرنامج إلى اليوم قمنا بكثير من التعديلات وإضافة المقالات حول التفكير النقدي، حول العلم، حول الثقافة، وضفنا إلى حد اليوم ما يعادل 22 ألف مقالة
من اللغة ترجمت من اللغة الإنجليزية للغة العربية، قسم من اللغة الفرنسية للغة العربية. فإذا تشوفون عدد من المقالات حول العلم، مواضيع الفلكية، مواضيع البيولوجية، وتشوفون على الـ edit history، تشوفون بأنه بيت الحكمة الثاني هي من الأديترز الموجودين في هذا المجال. وأيضا عندنا في مشاريع تكون داخل الوطن العربي. السنة السابقة كان عندنا اهتمام كبير في محاربة الأفكار الكاذبة والأخبار الكاذبة حول فيروس كوفيد. عملنا برنامج جدا جميل في إعادة بناء المكاتب التي دمرت بالحرب في العراق، فاللي هو من ضمنها جامعة الموصل اللي هي الجامعة المركزية، المكتبة المركزية في جامعة الموصل اللي دمرت من قبل الحرب في ذلك المكان. وقمنا بتبرع من أكثر من 4000 كتاب إلى هذه الجامعة. وفي عندنا برنامج جميل، بالإضافة إلى البرنامج الجميل اللي نعمله مع ويكيبيديا، اللي هو برنامج مركز الابتكار الـ Innovation Hub، اللي هو مبني على فكرة إنه في إنجليزي في الكلمة اللي يقول Don't reinvent the wheel، معناها إنه في كثير مشاريع جميلة ثقافية علمية حول الوطن العربي تحتاج دعم. فأحسن ما إحنا كمنظمة نصنع برنامج من جديد ندعم المشاريع الموجودة أصلاً داخل الوطن العربي من المواضيع الثقافية. دعم في الأردن، في المغرب، في مصر. هذا البرنامج موجود متاح لكل العرب في جميع الدول حول أي مواضيع مربوطة بالثقافة والعلم. والبرنامج والمشروع لازم يكون ما يسمى بالسمارت. سمارت معناها إنه specific, measurable, attainable, realistic and time bound. فلازم يكون جزء، يعني المشروع لازم يكون جدا specific من هذه الناحية حتى نشوف تغيير مباشر عن طريق هذا الدعم. فهذا البرنامج هو برنامج جديد بلشنا به أو بدأنا فيه قبل سنة ولا الآن في السنة الثانية. منظمة ككل حتدخل عمرها السنة الخامسة، منظمة عربي حدود مسجلة في ولاية نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حول أمريكا. وأيضا نفتح مكتب جديد داخل الشرق الأوسط في كردستان، كردستان العراق، في محافظة أربيل في الأشهر القادمة. من ناحية مشروع التعاون مع ويكيبيديا ومسابقة طالب الجامعة المترجم، مثل ما قال الأخ جاك على النجاح في هذا المشروع في العراق، اللي هو يتركز على تدريب طلاب العراقيين. قسم كبير من عندهم في قسم العلوم، الآخر في قسم الثقافات، إنه كيف يكونوا ويكيبيديا إديترز. فقبل هذا البرنامج كان عنده في برنامج صغير داخل الجامعات العراقية، خاصة في جامعة الموصل اللي كان عندنا في اللي بحد الآن في عندنا علاقة قوية جدا معها، بأنه ندرب الطلاب بأن يكونون جزء من الحركة الثقافة، ما يسمى حركة الثقافة، بأنه الطلاب العراقيين الطلاب العرب يكونون جزء من حركة. وهي ويكيبيديا كفكرة هي حركة للعلم والثقافة، أنه تصنع من 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 فولنتيرز، من إديترز، من أدمنز. تركيزهم الأول والأخير هو صنع المحتوى، صنع المحتوى الثقافي وتعريف المواطن العربي عن المعلوماتية وعن المواضيع حول العالم. فبدأنا هذا البرنامج اللي سوى نجاح صغير، وعن طريقها كلمنا مع الأخ جاك اللي كان عندي علاقة فيه في عدة سنين. اللي أول شيء لما كلمت معه ربطنا مع ويكيبيديا بلاد الشام. أنا أشوف هنا عباد ديارنا في الشات. العباد هو من الأشخاص اللي تعرفت عليهم عن طريق الجاك، وأيضا محمد حجاوي اللي هو هم يعتبر آيكون في موضوع ويكيبيديا في الوضع العربي. فبالتعاون مع ويكيبيديا بلشنا هذا بدأنا بهذا البرنامج اللي حققنا، اللي بتكلم عنه أكثر في هذه في هذا البانل، انه حقق في نجاح كبير. ولا في شيء جدا يعني يأكد هذا النجاح، بأن كثير الى اليوم في كثير من الطلاب داخل العراق بيرسلون لي مسجات او يرسلون منظمات للمنظمه بيد الحكمه رسائل انه كيف انه ممكن يسجلوا بهذا البرنامج. لا
لأنه شافوا أصدقائهم صديقاتهم في هذا البرنامج، شافوا في إنه هذا البرنامج له مستقبل في أحياء هاي حركة الترجمة وأحياء حركة الثقافة داخل الوطن العربي. ففي اهتمام يعني في إنجليزي أيضا في بروفر بيقول it's a good problem to have، يعني لما تصنع برنامج أو تصنع مشروع فإن يكون الطرف له أكثر مما أنت تقدر تعطي. فشيء حلو في هذا البرنامج إنه في اهتمام كثير في الطلاب، راح نتكلم إنه كيف راح نوسع وش كيف علمنا بأنه إن نتعلم في الشراكة، بأنه لازم دائما نكون في اطلاع مستمر على طلبات المواطنين. فجزء كبير من الطلب هو إنه نتوسع إلى البلد ككل وليس في عدة جامعات، نتكلم عن هذا الموضوع. فأنا جدا فخور بهذه الشراكة ومشكور جدا لجاك لاستضافتي هذا البرنامج. شكرا جزيلا جاك. عفوا، شكرا فيصل، شكرا كثير على التفاصيل. وهلا حابين يكون عندنا نقاش، عندي شوية أسئلة لفيصل، وإن شاء الله يكون في عندنا وقت بالأخير نفتح للجميع إذا في عندكم أسئلة أو ملاحظات لنا. وطبعا بعد هاي الساعة تقدروا تتواصلوا معنا إذا في أي ملاحظات أو أسئلة حابين تفهموا منا، ونقدر نكمل هاي المبادرة مع بعض. بس فيصل، هلأ الفكرة لما كنت عم بحكي مع محمد بوشندا قبل شهرين ثلاثة أشهر عن ويكي عربية، كنت عم بفكر بالضبط يعني كيف نقدر نعمل زي برزنتيشن ولا إشي هيك حلو عشان مش بس نفهم عن الشركات المؤسسات. طبعا هذا إشي مهم، بس أنا حابب يكون في زي شفافية نفهم بالضبط كيف من جهة المؤسسة ويكيميديا ومن جهات الشركاء نسمع منكم بالضبط، نفهم بالضبط كيف انتوا حبيتوا وفهمتوا وليش بتفكروا انه الشراكه هاي مميزه مع ويكيميديا، مع مؤسسه ويكيميديا. فممكن نحاول نرجع شوي بالتاريخ. زي ما انت تفضلت، انا وياك صار لنا يمكن سنتين ونص او ثلاث سنين دائما على الاتصال، ودائما بنفكر ودائما بنشوف كيف نقدر نبني اشياء المنطقة. بس ممكن ترجعنا شوي لورا ونعرف كيف أسست، يعني أخذت أنت الفكرة وكيف أسسناها وكيف بنيناها، وإذا بس نسمع من جهتك لو سمحت. طبعا الجزء الكبير من صناعة البرنامج هو التواصل المستمر، إنه كيف نصنع برنامج يلبي الطلب للوضع بعد طلاع كبير بعد وضع داخل العراق وخارجه. ف يعني كان عندنا برنامج قبل مثل ما تكلمنا، برنامج قبل اللي كان في اللي شفنا عن طريقه انه في اهتمام كبير في هذا الموضوع، خاصه الموضوع الويكيبيديا. ويكيبيديا ك موقع وكموسوعه لها متابعين كثيرين في العراق. فلما يعني عندما تكلمنا مع الجامعات حول جعل الطلاب وقسم الترجمه في البدايه جزء من تعليم حول ويكيبيديا، كان في اهتمام كثير. فعندما سمعنا بهذا الاهتمام عن طريق تواصلنا مع جاك، إن قلت له انه في اهتمام كثير في هذا البرنامج خاصا من الجامعات، وقمنا نتكلم انه كيف نصنع برنامج واقعي داخل هذه الجامعات، برنامج يجيب الطلب ويزيد انه موضوع الاهتمام والموضوع السستينابيلتي، انه كيف انه الطلاب اللي بيكونوا جزء مستمر من هذا البرنامج، وليس جالس انهم يتعلموا كيف ويكيبيديا بتشتغل بس ايضا يكونوا مستمرين في هذا البرنامج. فبعد الاتصال بعد عده اتصالات مع برنامج مع جاك وزملائه وزميلاته في ويكيبيديا، عملنا مثل بروجكت بلان او بروبوزل، انه ما هي افكارنا حول دراسة صناعة الأديترز وأيضا تعليمهم داخل الجامعات. فإنه الشيء جدا الواحد لازم يعني يتعلمه وركز عليه، لازم واحد يكون بتواصل مستمر مع الويكيبيديا. من الشغلات الجميلة بالتعاون مع منظمة ويكيبيديا إنه في عندهم اطلاع كبير على الكوميونيتيز الموجودة في الويكيبيديا حول الوطن العربي، وعندهم أيضا اطلاع انه كيف ما هي الشغلات اللي نجحت، ما
ما هي الشغلات اللي ما نجحت. فواحد فكل كيف موسوعة داخل موسوعة حول ما هو النجاح وكيف ما هي القصص النجاح والموجودة حول عارف. هذا التعاون هو تعاون تعليمي إن إحنا نتعلم من ويكيبيديا, وأيضا في نفس الوقت أن نقوم بتجربة شيء جديد وشيء حركة جديدة داخل المجتمع العراقي حول الثقافة. فيوجد شغلات جديدة ويوجد شغلات إنه نتكلم نتعلم بها من السابق. فأعتقد هو السبب نجاح هو البرنامج بأن إحنا نتعلم من السابق وأيضا نقوم بتجربة شغلات أو أمور جديدة داخل البرامج. ممتاز, شكرا فيصل. هلا ممكن تحكي لنا شوي اكثر عن تفاصيل البرنامج هو نفسه؟ يعني انت احنا بنعرف انه بندرب الطلاب ونشتغل مع الطلاب, نحكي لهم عن ويكيبيديا, ندربهم عن التحرير كيف بقدر يحرروا, والهدف انه يكون في زي استمرار للمستقبل. بس من خلال البرنامج هو نفسه في زي استبيانات وفي يعني workshops كمان موجودة, بتقدر تحكي لنا شوي أكثر عن البرنامج؟ حلو. فبداية البرنامج أول شيء إحنا نعمل إعلان حول هذا البرنامج في وقتها, ويكون امتحان بسيط إن نعرف عن طريقه الكواليتي إنه كيف يعني درجة الترجمة ودرجة المعرفة للطلاب في هذا في موضوع الترجمه, ايضا موضوع كتابه المقالات او كتابه الجمل. فبعد ما هذا الامتحان راح يكون راح يدخلون جزئين, اما يكون جزء الكونتست او جزء التدريب والمسابقه. فالكونتست انه في واحد انه ممكن يدخل المسابقه بدون ما يدخل في التدريب الموجود. بس التدريب هو عبارة عن عدة ويبينارز. الويبينارز الأولى هي أن تعريف عن ما هي ويكيبيديا, كيف تعمل البيسكس الأساسيات عن طريق موضوع ويكيبيديا. بعدها راح يكون ويبينارز التقنية حول تقنيات الترجمة, تقنيات الأديتينج, كيف إن واحد يتعلم بأن لما يشوف المقالة الإنجليزية بترجمها بصيغ مفهومة في اللغة العربية. وبعدها ايضا نتكلم عن ويبينار عن انه كيف توجد المصادر. جزء كبير من الويكيبيديا يعتمد على المصادر, هي مش مسؤوله عن رايك, مش هي رايك السياسي او رايك انه او رايك الخاص, انه لازم تجيب مصادر عن طريقها تقدر تكتب المقاله حول اي موضوع ثقافي او داخل الويكيبيديا. فجزء من الويبينار تعلم على هذا الموضوع, وجزء انه كيف يربطون في الويكيبيديا ومجتمع الويكيبيديا. بعد هذا في فريق اللي يقيده محمد حجاوي والاخ احمد انه بيعملوا اسسمنت, بيشوفوا درجات هذه الطلاب, وهذا عن طريقها نحدد من الفائز او الفائزه في هذا البرنامج. في السمستر الاول كثير من الفائزين فائزات من خاصة من جامعة الموصل وجامعة الكوفة. فالحد في هذا القسم الأول من هذه السنة إنه ركزنا على أربع جامعات اللي هي جامعة الموصل وبابل والكوفة وكلية التراث اللي هي في محافظة بغداد. وبعد هذا التجربة إنه في عندنا كوردينيتر اللي هو غالباً يكون أما رئيس قسم ترجمة أو بروفيسور داخل الجامعة, اللي يكون كل الوسيط ما بين كمنظمة والجامعة اللي إحنا نعمل فيها. فأيضا هم الكوردينيترز الوسيط يكون يخلينا بالطلاع مستمر على احتياجات الطالب والطالبات, أو يكون طلاع مستمر على الأوقات الامتحانات أو المكان. فلسبب كورونا في كثير من الأوقات الامتحانات والسنة الدراسية تغيرت كثيراً داخل العراق, في كثير تأخير في ناحية الامتحانات. فلازم يكون البرنامج تبعنا يوافق السنة الدراسية في هذا الوقت, بأن البرنامج ما يكون عبء على الطالب وإنما البرنامج يكون مساعدة للطالب والطالب.
ففي عندنا كوردينيترز اللي هم في طلاء، في مقوله في طلاع مستمر، في عندنا استاذ حسين ابراهيم اللي هو ايضا في اتصال مباشر مع وزاره التربيه داخل العراق، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي تعطينا اتصال مباشر ومعرفه مستمره عن الوضع. فعن الطالبين الطلاب راح يزداد في السمستر الاخر مثل ما قال جاك، راح نتوسع خارج العراق. فبس الشيء الجدا مهم انه في طلب كثير في هذا البرنامج، واحنا الهم الاساسي السبب الاساسي بان احنا نقوي القدرات للطالب والطالبة العراقية والطالب العربي بانه كيف يكون مستمر وكيف يكون عنده السكيلز، اللي هي موضوع ويكيبيديا لازم تكون عندك القدرة حتى تكون جزء من المجتمع. فاحنا نقوي القدرات، هاي القدرات ممكن تستفاد من عندها في عدة مجالات حول العالم، انه تعرف كيف تعمل مصادر، كيف تترجم، كيف تعمل editing، هاي كلها السكيلز انه تحتاجها في عدة مواضيع. فهذا البرنامج عند اهتمام في كثير من الناس، اللي هي السكيلز اللي عم ياخذوها مش مستغلها لو تستعملها في ويكيبيديا، ايضا تستعملها ايضا في حياتك الخاصه والعامه. شكرا فيصل على التفاصيل. حكيت شوي انت عن التحديات بالعراق، تقدر كمان تحكي لنا عن التحديات الاقليميه بشكل عام اذا تفضلت؟ من التحديات يعني فيك تحديات اعتقد انها موجوده في جميع الدول العربيه، بس من التحديات الموجوده في العراق انه الوضع الاقتصادي والوضع العام داخل العراق، انه في عدد كبير من الشاب والشابات غير قادرين على العمل، في عندنا نسبه كبيره من الانبلويمنت، اللي في كثير من الناس بيتخرجوا او في عندهم قدرات بس ما بيقدروا يشتغلوا بسبب هذا الجزء من السبب الاقتصادي. هذا يؤذي في مواضيع التطوع، لانه في قسم كبير من الناس ليس عندهم القدره الماديه او بانه بيقدروا يعني الوقت بيدفعوه، بينما حالون دائما بيدفع على عمل بيحاولوا انه كيف انه بيدفعوا على مصاري الحياه والايجار وهاي الامور. فهذا هو يعني خاصه بالمحافظات اللي هي اكثر فقرا، خاصه المحافظات الجنوبيه. وايضا احنا عندنا يعني فكره التطوعيه، خاصه التطوعيه الالكترونيه من ناحيه الويكيبيديا، والثقافه حول التطوعيه الالكترونيه ما موجوده كثير داخل العراق. فاغلبيه الناس لما يفكروا بالتطوع بيفكروا مثلا مساعده الفقراء او هيك امور، بس ما يفكروا بان انت ممكن تسوي عمل جبار يعني تعطي كثير للمجتمع عن طريق التطوع الالكتروني. فتغيير في عندنا الجنريشنز، يعني الجنريشنز اللي تكون اصغر او ان يكون عندهم اطلاع، اللي هم ما يسمى بالجنزي وغيرهم، اللي هم ربوا على التليفون، ربوا على الانترنت وهاي الامور، بالنسبه لهم التطوع على الانترنت هو شيء ليس غريب، بينما الاجيال الاكبر تعرف ان التطوع الالكتروني انه واحد ممكن يعمل تغيير في داخل المجتمع تبعه عن طريق التطوع الالكتروني بعد الشيء غريب، خاصة في المجتمع. الموضوع الثاني والتحدي اللي نشوفه مش أيضا موجود بس العراق بس أيضا الدول الأخرى، إنه المصادر يعني في كثير للأسف خاصة داخل العراق، إنه كثير من المصادر أو مراكز الأخبار هي مراكز مسيسة. فالأردن الأخبار هي من شركات الأخبار داخل العراق، إنه هي كيف يعني مشترية أو متبنية من قبل ميليشيات أو أحزاب سياسية، فهذا يجعل يعني إنه المصادر اللي يكون فيها ما يسمى evidence based، يعني المصادر اللي هي فيها حقائق وفيها معلومات بطريقة نيوترال، يعني مش مسيسة من إلى طائفة معينة ولا حزب معين أو إلى هذا الحياة الحيادية. فللأسف إنه في قليل من المواقع، قليل من المصادر أو
جرائد الأخبار إنه تكون فيها أي حيادية، أغلبيتها الأمور مسيسة، أغلبيتها مربوطة للأسف في ميليشيات وأحزاب، فهذا يوجد صعوبة كثيرة في يعني معرفة الحقيقة أصلاً في العراق. أنا دائماً بقول إنه في كتابين جداً نوعاً ما يعطوك فكرة على تحول العراق. العراق قبل كان في قناتين مربوطة من الحكومة في زمن صدام حسين، بعد تغير النظام تحولنا من قناتين إلى 1000 قناة. فهذا في كتابين واحد اسمه 1984 إنه من جورج أورويل يتكلم على الدكتاتورية والكاميرات وهذه الأمور. بعدها تحولنا إنه من ما سمى ما بعد الحقيقة، بأنه فعندك عندنا نوعا بس للسورسز هلا صار عندنا 1000 جريدة، وما تعرف إنه الأخبار اللي موجودة ببغداد تختلف عن الأفكار الموجودة بالبصرة، تختلف عن الأفكار الموجودة بالناصرية. فمراكز مصادر المعرفة جدا مختلفة بين إذا ما بين منطقة ومنطقة، فلا ما في اتفاقية على ما هي الحقيقة أصلا، يعني ما هي الأمور، لأن كل واحد عنده مصادره. يعني ما سبب بالانجليزي هلا في امريكا في كثير نقاش على موضوع البولاريزيشن، وطبعا نولج بولاريزيشن، يعني تاخذ معلوماتك من مصدر واحد بسبب انتمائك السياسي او انتمائك الديني. فهذه مشاكل جدا، بما ان العراق هو بلد غير متناسق من ناحيه الاديان وهذا الامر، فيجعل ان الناس تاخذ مصادرهم قسم مصادر محلية وقسم مصادر غير محلية. فهذا شوية يسوي صعوبة بأنه كيف واحد يتعرف على المستقبل والحاضر والتاريخ، لأنه كل المواضيع جدا صارت مواضيع مسيسة. فأنا اللي أشوفه سبب إنه أيضا في اهتمام كبير، أنا شفت من الطلاب قسم الطالبات اتصلوا فيه إنه قلت لهم ليش تحبون ويكيبيديا، شنو الشيء اللي يعطيكم يعني تحبون؟ قال بأنه هي ويكيبيديا يعني نوعا ما تعلمك كيف أن تحصل على المصادر، كيف تعرف أنه تعرف الحقيقة ومصدر الحقيقة أكثر ما هي أنه بتعطيك opinion، تعطيك أول شيء أنه بتعطيك كيف الزبدة عن الموضوع بموضوع بطريقة أكثر حيادية، بتعطيك المصادر اللي تشوف عن طريقها الحقيقة، وإنما هذا شيء يختلف جدا عن الموجود في داخل كثير من الحياة. فهاي أشوفه من المشكلة، يعني بين العراق تحول تحولات كثيرة داخل العراق في القرن 21. طبعا المشاكل موجودة في يعني عدة دول أيضا، وأيضا المشاكل إنه موضوع طبعا الإنترنت، وموضوع للأسف في العراق إذا الكهرباء المؤسسات التحتية الانفراستراكشر للعراق جدا يعني قليلة، فجزء من الصعوبة إنه ناس ما بتقدر إنه تربط في الإنترنت في مثل ما موجود في عدة دول أخرى. فهذا يعني نقول مشاكل موجودة داخل يعني داخل العراق، بس المشاكل الموجودة داخل العالم العربي يعني من مشابهة من هاي الناحية، بأنه كيف إنه من حركات التطوع، إنه كيف بسبب عدم العمل وهذه الأمور، وأيضا إنه ما في incentives يعني في من الطفولة، يعني في مجتمعات أخرى، مجتمعات خاصة مجتمعات اللي أنا درست فيها مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها الأمور، في أمريكا أيضا، بأنه يعطون كيف حافز للإنسان من الطفولة إنه يكون جزء من العلوم ويكون كيريوس وهذا الأمور. فهذا طبعا نازل يعني أعتقد نوعا ما لازم يكون التركيز على تغيير الثقافة داخل الدول العربية، بأنه كيف يكونوا أكثر مرتبطين بهذا الموضوع. شكرا فيصل. عم بشوف بالشات في شوية أسئلة، وبظن عندنا حوالي 15 دقيقة ضل، فبس بدي أطلب لو سمحتوا من جهة الإداري إذا ممكن تعطوني صلاحية للشاشة، لأنه في كمان فيديو بدي أفرجي، وهاي بظن هاي الموجود هلا بالشاشة من السودان.
شكرا. خليني بس أفرجي كمان فيديو وكمان صورة صورتين، وبعدين نانور وندى إذا تتفضلوا، وإذا في أي أسئلة تانية كمان بنحب نسمع منكم. فخليكم معي ثواني. اوكي اوكي هاي ممتاز. هاي صورة من بعرفش اذا بنفس الجامعة او الجامعتين، يمكن انت بتعرف فيصل. بس احكي لنا. هاي في جامعة بابل، هذا من طلاب من جامعة بابل. اللي هذا جزء كبير نركز عليه، انه الناس اللي بتشارك في البرنامج تبعنا بيحصلوا سيرتيفيكت من 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 دي اس بي ان بوردرز وويكيبيديا فاونديشن، انه هذا السيرتيفيكت هاي بنعمل احنا احتفاليه بعد السمستر. هذا تشوفوه هو طلاب وطالبات اللي شاركوا في السمستر الاول في برنامج المترجم العربي. فيوجد راح نعمل عده سيرمونيز في الاسابيع القادمه في الجامعات الاخرى، وهاي الاحتفاليات راح تستمر مهما يعني بما كل البرنامج موجود راح يكون كل احتفاليه مربوطه فيه. ممتاز ممتاز. بس اسال، لما فرجيت اول فيديو الصوت كان تمام؟ سمعتوه؟ كان يحيى. اوكي ممتاز. اوكي خليني بس افرجي هذا الفيديو الثاني بعدين ناخذ اسئله. مشروع مسابقة طالب الجامعة المترجم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن برعاية مؤسسة ويكيميديا ومؤسسة أفكار بلا حدود. انطلاق النسخة الثانية من مشروع مسابقة طالب الجامعة المترجم في العراق. يتكون المشروع من مسابقة تستهدف طلاب جميع الجامعات العراقية، وبرنامج تدريبي مقتصر على طلاب أربع جامعات حصراً، هي جامعة الموصل وجامعة الأنبار وجامعة الكوفة وكلية التراث الجامعية. يهدف البرنامج إلى التعريف بموسوعة ويكيبيديا الحرة وعالمها وطرق تحريرها، بالإضافة إلى تعليم طرق الترجمة والتفكير النقدي والتوعية بالتربية الإعلامية ضمن سلسلة محاضرات أعدت بأعلى جودة. أما بالنسبة للمسابقة التي يمكن لجميع طلاب الجامعات العراقية المشاركة فيها، فتتضمن ترجمة المقالات ونشرها على ويكيبيديا. تم إعداد قوائم مقالات مقترحة للترجمة ضمن عدة مجالات وتخصصات، كما جرى إعداد دلائل إرشاد حول الترجمة والتحرير تغطي لمن يرغب بالمشاركة كل المسائل والأمور المهمة التي يحتاجها لترجمة ونشر مقالة نموذجية، وسيجرى تقييم كل المشاركات بعد ذلك من مختصين. فرصة مميزة لتنمية القدرات والمهارات والحصول على شهادة من مؤسسات معرفية عالمية تدعم وتعزز السيرة الذاتية، وكذلك فرصة للفوز بجوائز نقدية قيمة. للمزيد من التفاصيل حول المشروع والبرنامج التدريبي والمسابقة المنطلقة ضمنه، تفضلوا بالاطلاع أكثر على التفاصيل في الصفحة الرسمية على ويكيبيديا. نحن بانتظار مشاركتكم ومساهمتكم المميزة. مشروع هاي حبيت أفرجيكم كيف تقدر تتواصلوا معنا الإيميلز. وخلينا نأخذ أسئلة. نانور بظن أنت كان عندك ملاحظة أو سؤال. لو تسمح الأستاذ جاك. تفضل. شكرا. نشكركم أولا على هذه المداخلة، والشكر موصول للأستاذ فيصل. أعتقد أن في تدخل من الأستاذ عباد الديرانية، لو تسمحون. إذا كان الأستاذ عباد في الاستماع. وإلا فأمر إلى الأستاذة ندى. أه
مرحبا وشكرا كثير، وانا مبسوطه للتعرف على هالمشروع اللي قبل كم شهر كنت لسه عم بقرا عنه الاعلان، وهلا عم نشوف النتائج بهالطريقه. فيعني وانتم العمل اللي عم تقدموا فيه، انا تعلمت مصطلحين من هال المداخله اللي هي صناعه الاديترز اللي نحن عم نشتغل عليها بس ما بنقولها بهالطريقه، فعجبتني كثير. ثانيا التطوع الالكتروني، انه اوكي في ممكن نحن نستخدم كمان هالمصطلح أكثر من هيك بعد هلا. سؤالي هو، نحن حكينا عن تجربة العراق لكن ما نذكر شيء عن مجموعة مستخدمي العراق، يعني هو هالمشروع بداية لأنه صناعة الإديترز، لكن نحن ضمن الحركة بهمنا استمرارية هدول الإديترز بمشروع الويكيبيديا والمشاريع الثانية، لحتى هن بعد فترة ممكن يكونوا كوادر يشتغلوا على هالأمور. فأين هي العلاقة بين هالمشاريع ومجموعة المستخدمين؟ وفي نقطة تانية هي خارج هالمشروع، هو بتعلق بشراكات الحركة أو ويكيبيديا المؤسسة. يعني أنا أول مرة يعني يمكن سمعت عنها بس ماني متأكدة، ما بعرف إنه هي شراكات بتكون بهالطريقة. هاي بتجي يعني يمكن أنا لأني ما بحثت عن الموضوع، لأنه أنا هذا الموضوع شوي أعلى مني، بدها الناس تمول كتير، بدها شركات يعني. لأن احنا ما بنعرف أكثر، أو موضوع الشراكات أو مفهوم الشراكات آلية عملها بداخل المؤسسة تكون متاحة أكثر ومعروفة أكثر لخلينا نقول المستخدمين اللي ما عندهم فكرة بس ممكن تنشأ عندهم أي فكرة تانية يعني. شكرا. جاك بتقدر تجاوب على موضوع المشاركه بعد باردون؟ بقدر اجاوب شوي على السؤالين. اول شيء شكرا على سؤالك. هلا احنا لما نرجع لورا، لما اسسنا الشراكه بين المؤسستين الشركتين، فكرنا وكمان واخذنا يعني اهميه انه نتواصل مع اليوزر جروب العراق. حتى لما اسسنا البروبوزل تكلمنا اجتمعنا مع الأخ سرمد بالعراق، وكمان كان عندنا كثير يعني أهمية إنه نسمع منه ونسمع من أفكاره كمان. وفكرة الـ sustainability هي الاستقرار للمستقبل، هي نفس الشيء يعني زي ما تفضل فيصل، إنه أوكي بنروح على الجامعات ونتعرف على طلاب وبتعلموا عن ويكيبيديا وبيحرروا وكل الأشياء، بس هي كيف نقدر نعرفهم على المجتمع، مش بس المجتمع بالعراق، المجتمع يعني بشكل عام. يعني حتى اذا بتذكر بدك تحكي لنا يمكن اكثر فيصل، بس عن الاخت رند اللي ما بتذكر اي جامعه، بس هي كانت يمكن اول طالبه او احسن، النتائج كان احسن من كل الجامعات، وتعرفنا عليها وتكلمنا معها، وواحد من الاسئله كان عندها انه كيف بقدر اكمل. وهذا اللي احنا عم ندرس الطريق، انه مش بس ندرب، وكيف نقدر يكون في استمرار ناتشرال يكون للموفمنت، للحركه ولليوزر جروبس. تفضل فيصل، وبقدر ارجع للسؤال الثاني بعد. ايضا الشيء الحلو يعني اللي تعرفنا عليه ايضا من الطالبات والطلاب العراقيين، بانه الناس اللي هم كيف ما نقول الالمناي جروب، الناس اللي تخرجوا من السمستر الاول، انه راح يكونوا المنتورز للطلاب من السمستر الثاني. فهذا هم يعني في من السؤال الكبير اللي سألوه، يعني جميع الطالبات العراقية تخرجوا في السمستر الأول، فكيف يكون مستمرين في مساعدة الموسوعة خارج إنه بس إنهم يكونون يضيفون مقالات وهذه الأمور، بأن يكونوا منتورز للسمستر الثاني. فإحنا والغرض أيضا الربطة بالمجتمع العراقي ككل. مثل ما قال جاك ان احنا عم ندرس هذا الامر. الحلو بهذا البرنامج ايضا انه في تركيز مستمر على انه كيف يعني هو يعني كيف واحد يعمل برنامج ناجح. فعندنا measurement and evaluation، تركيز كثير على هذا الموضوع، كيف نعرف اللي ينجح. نسمع كثير الى الفيدباك من طلاب وطالبات عن طريق surveys، وايضا مع اتصال مباشر معهم، ونشوف انه شنو راح ينجح ان يكون في مجتمع او اضافتنا للمجتمع اللي هو موجود لبناء الاخ سرمد.
ونانور انا بتواصل معك بعدين عشان حابب كمان قبل ياكي نتكلم مش بس عن هذا البرنامج، نتكلم عن البرامج اللي عم تشتغلي عليهم باليمن وبليبيا. بس سؤالك بخصوص الشراكات، هلا احنا كفريق شراكات بالمؤسسه فريق صغير زي ما فرجيت انا يعني من الاول البرزنتيشن، مدير واحد لمنطقه كبيره، فبنحاول يعني من كل جهدنا نعمل بالانس بين الشركات للمؤسسة، أوكي الشركات للمؤسسة يعني بين مؤسسات، ونحاول نزيد الريدرز أوكي ونزيد المحررين كمان أوكي. وزي ما تفضلنا إحنا كمان من أول قبل الشركات دول بخذوا وقت كتير، يعني إذا بدك تأسسي شراكة مرتبة وشراكة للمستقبل تأخذ وقت كتير، فيعني قصة الباندويت هذا جهة واحدة. الجهة الثانية هي كمان الشركات مع المجتمع أو المجتمعات، يعني يمكن إحنا ما يعني we didn't cross paths، يعني ما تعرفنا على بعض من قبل، بس أنا بحاول من كل جهدي أتواصل مع اليوزر groups الموجودين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاول إذا في أي شركات directly للمجتمع أعرفهم على المجتمع، وإذا في أي شراكة يعني زي هاي اللي عم نشتغل مع IBB اللي كمان في إلها مستقبل لليوزر جروب بالعراق، إنه نحاول ندمج ونحط كل شيء مع بعض. فأنا عندي ملاحظة، يعني أنا بدي أرجع أتواصل معك كمان عشان نتكلم بأكثر راحة إذا في مجال. أكيد طبعاً، وبيسعدني هالشي. ونحن بعد هالجلسة مباشرة في جلسة بدنا نقدمها أنا ومرفت، هي عن مبادرة اسمها ويكي الاستدامة بالعربية اللي بلشنا فيها لسه أول خطواتنا صراحة، فهي لدعم وتنفيذ أهداف الاستدامة تنمية المستدامة بمجتمعنا العربي. فالمجال جداً مفتوح ونتمنى يعني يكون عنا تواصل أكبر وتعاونات أكبر. تفضل عباد، وشكراً كثير لكم، وشكرا لك عباد. شكرا لك. انا الايميل هذا موجود على، انا جدا مهتم انه في موضوع اليمن والليبيا، فممكن نعمل اتصال جميعنا نتكلم نتعلم من بعضنا. Thank you so much. صحيح، هي موضوع ليبيا واليمن تابعة لمجموعة مستخدمين التراث العالمي، وهن اللي يقوموا فيها نسيمة من المغرب، ونحن من ضمن فريق العمل مع بعض. شكرا. أهلا يا عباد. تفضل أستاذ عباد. يا أهلا. اهلا اهلا، والله زمان عنكم انتوا الاثنين. اهلا جاك، امتى بدك ترجع على الاردن؟ هذا موضوع لايام ثاني. وهلا وانا مشتاق، والله مشتاق. بدون باخذ كثير وقت صراحه، بس يعني بحب اكيد سلم عليكم. هلا صراحه عندي سؤال، هو نصف سؤال ونصف مداخله او تعليق تقريبا على اللي سمعته. فأنا مهتم جدا بموضوع مشروع الجامعات اللي نحكى عنه بالتفصيل يعني اليوم، وطبعا بعرف إنه في خطوات إن شاء الله قريباً لتنفيذ هذا المشروع برضه بالعمل مع زميلنا حجاوي من فلسطين. ولكن بصراحة عندي يعني عندي مثل ما قلت نوعا ما تساؤل، وبرضه طلب بناء على إجابة التساؤل. فالتساؤل هو كيف يعني أنا بعرف إنه في طلاب راح يخضعوا لتدريب، وبنفس الطريقة كان عندنا سابقاً مترجمين من بيت الحكمة أيضاً يعني بيكتبوا وبيساهموا مساهمات هائلة على ويكيبيديا، ولكن بصراحة هؤلاء المترجمين كانوا منفصلين جداً عن المجتمع، يعني كان المترجم يترجم المقالة بمستند وورد، وبعدين في شخص بيفهم بويكيبيديا فقط بيعمل نسخ ولصق للمقالة، وبالنتيجة المترجمين ما بيكون لهم أي احتكاك مباشر بالمجتمع. فتساؤلي هو شو هي الوسائل، أو شو هي طريقة إذا كانت موجودة، في حال كانت موجودة، شو هي طريقة إدماج طلاب الجامعات بمجتمع ويكيبيديا بحيث هم ما يكونوا فقط مساهمين لمدة مؤقتة، وإنما فعلياً يكونوا أشخاص من المجتمع؟ وطبعاً اللي بيعرف تجربة برنامج التعليم اللي هو من أنجح مشاريع الويكيبيديا بالمنطقة العربية بيعرف إنه كثير من أعضاء المجتمع البارزين وحتى الإداريين بويكيبيديا العربية أصلاً بدأت مسيرتهم كطلاب جامعات ضمن هاي البرامج. فطبعاً الأمل إنه نشوف نتائج مثل هيك وأكبر من مشروعكم.
انا جاي على الاردن باي ذا واي بعد 10 ايام فممكن انتقل فيك شخصيا عباد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ناكل منسف لازم صراحه. نعزمك على المنسف. تسلم امور الضيافه بالاردن. تسلم تسلم. حبيبي انه يعني من المسائل احنا نتذكر بيها واللي يعني عملناها انه محمد حجاوي هو من الاشخاص اللي يعمل معنا من منظر بين الحكمه ونعمل مع منظر ويكيبيديا، فهو من الاول اشخاص اللي فكرنا فيهم بين نربط يكون هذا الربط ما بين اللارجر يعني ويكيبيديا ويكيميديا كوميونتي ولا بين الحكمه. احنا نوعا ما منظمه جديده على اللاندسكيب، فممكن نتعلم من عندكم كثير ونعرف نعرف عنكم كثير. يعني كرئيس المنظمة ما كنت منبر بالويكيبيديا، بس أنا من محبين الويكيبيديا، فدخلنا من الويكيبيديا من ناحية إنه إحياء المحتوى العربي أكثر ما نكون جزء من الكوميونتي، أو إنه بس بو أنه صار عندنا اتصال مباشر معكم واتصال مع منظمة ويكيبيديا فاونديشن، فكل ما يصير عندنا اتصال كل ما يكون عندنا بارتنرشيبس وتعاون أكثر. فأنا متأكد بأن التعاون راح يزداد ما بين منظمتنا ايديز بيان بورز وبيت الحكمة برامج بيت الحكمة ومجتمع الويكيبيديا ومنظمة ويكيبيديا فاونديشن. جاك في بظن ضل دقيقة للبرزنتيشن، بس حابب أول شيء عباد كيف حالك؟ وزمان عنكم كلكم، هاي شايف مرفت كمان وبشندة، وهاي أول مرة بنعمل المؤتمر هيك، بس يلا شو بدنا نعمل؟ هلأ يس ديفنتلي هي فكرة كيف نقدر نضم الطلاب اللي حابين يكملوا، الاستمرار هي كلمة الاستمرار كتير كتير مهم لنا. يعني عم نحاول ندرسها أكثر من جهة الجامعات بالعراق، وكمان إن شاء الله لما نكبر نوسع البرنامج لجامعات تانية بلاد تانية كمان يكون في عندنا فكرة، بس إنه كيف ينضموا للحركة بشكل عام هذا إشي كتير بهمنا. فإذا في أفكار، عشان هيك أنا حبيت لما أنا وفيصل كنا عم نحكي عن كيف بدنا نرتب البرزنتيشن اليوم، كان هاي نقطة كتير مهمة لإلنا، إنه أول إشي نعرف عن البرنامج للمجتمع بشكل عام، ونحاول نلاقي طرق ونقدر نتكلم شوي أكتر عن كيف نقدر نكبر نوسع. وهاي بشندة شكله خلص خلصنا. لا عندنا اكسترا لنتيح فقط الفرصه لندى البني، كان عندها كانت بدها اوكي سؤال. فشكرا على سؤالك عباد، بس شكرا لكم على الجواب، وان شاء الله بتابع النقاش في مكان اخر. عذرا. ممتاز شكرا. مرحبا، بشكركم كثير على شغلكم الحلو. صوتي مسموع؟ نعم. بشكركم كثير على شغلكم الحلو. هلا انا عندي سؤال، يعني بما انه مثل ما شفت الاستاذ فيصل يعني مغترب، انتم اثنين مقيمين برا، فكرتوا بالعرب بالدياسبرا، يعني الناس اللي هن بس هيك مثلنا قبل 15 سنين، جربتوا ليه توجهتوا للطلاب بالجامعات باك هوم وما فكرتوا بالناس بالدياسبرا؟ السؤال الثاني مشان بس يعني زبط الوقت، امتى بيجي التعاون مع مؤسسة ويكيميديا؟ الواحد بيبدأ بيعمل شوية مبادرات صغيرة مثلا هاكاثونز وبعدين بيعمل بروجكت ولا معون او 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 شلون؟ يعني امتى بيجي بالضبط؟ من البداية خالص من خطة كبيرة، او لانه ممكن يكون ما مضمون. يعني انا عم بحاول افكر بالناس في الدياسبورا اللي ما شفت حدا عم يشتغل معهم، او ما بعرف، ما شفت مشاريع هيك. فأنت بيجي التعاون في مع مؤسسة ويكيميديا وبأي بالضبط؟ يعني هل بحسب أنا بتعاون مع العرب على الجزء العربي أو بشكل عام على المؤسسة بمكان بالهوست كونتريز؟ وبشكركم، هذا سؤالين. شكرا كثير. جاك؟ أنا بقدر أجاوب السؤال الثاني، بس بعرفش فيصل إذا عندك أي أفكار أو أي إشي عن الدياسبرا، إذا في أي برامج أو أي إشي تشتغل عليه بالدياسبرا. إحنا كمنظمة التركيز تبعنا حول
الشرق الأوسط يعني الشرق الأوسط والشمال أفريقيا، فالعالم العربي داخل العالم العربي، بس في يعني يعني بعرف منظمات التركيز تبعهم يعني هو موضوع الدياسبورا يعني طبعا هم لأنهم عايشين في دول أخرى جزء يعني المواضيع يكون قسم الترجمة وهاي الأمور تكون أسهل لهم، بس إحنا تركيزنا وتوسعنا في عندنا حوالي 5 ملايين متابع وكلهم داخل العالم العربي، فإحنا تركيزنا تكون ال بس إنه أعرفوا مثلا بإيران الدياسبورا هم أغلبية اللي كتبوا مقالات على ويكيبيديا في إيران هم أغلبيتهم من الدياسبورا، ففي ويكيبيديات أخرى إنه موضوع الدياسبورا عنده contributions كبير، بس ما بعرف كثير عن الدياسبورا العربية وعلاقتهم في ويكيبيديا الحقيقة. ندى انا وياك امبارح تكلمنا شوي بنقدر نكمل كمان بخصوص الدياسبورا انا بحاول اشوف ايش الكلمه العربيه للدياسبورا شتات اوكي شتات شكرا هلا نتكلم انا وياك شوي اكثر بنشوف كمان اذا في يوزر جروبس باوروبا وكمان بتذكر في انا حكيت لك عن الدكتور الفلسطيني اللي موجود بالمانيا ممكن هلا السؤال الثاني بخصوص سوري في شويه اكو السؤال الثاني بخصوص الشراكات مع المؤسسة ويكيميديا هلا زي ما انا حكيت شوي للاخت نانور متى تتواصلوا معنا امتى ما بدكم تتواصلي معي انا يعني بالارلي ستيج اول ما تاخذي الفكره هي نفسها او لما لو سمحت الاستاذ جاك في عجره لو تسمح للمرور الى المداخله المواليه تفضل. سمعني؟ نعم تفضل. اوكي ندى خلينا نتكلم انا وياك شوي اكثر عشان نفهم ايش الفكره اللي عندك ايش البرنامج اللي عندك انا بقدر من جهتي من المؤسسه اشوف اذا في اي برامج ثانيه هاي مربط مثلا حاطه بالشات عن ويكيميديا يو كي زي ما انا وياك تكلمنا كمان وبنشوف بالضبط كيف الفكره اللي عندك اذا في امكانيه من جهه المؤسسه تدعم البرنامج نفهم بالضبط ايش الدعم اللي عم تطلبيه دعم مادي دعم بروجرام دعم امبلمنتيشن كل هذا لازم ندرسه ونفهم بالضبط كيف نتواصل ونشوف بالضبط اذا الفكره بتشبك على الاهداف السنويه للمؤسسه اوكي هو هذا السؤال الثامن جواب شوي سريع شكرا هو في الحقيقة الموضوع ذو شجون حيث تعرض كل من الأستاذ جاك وبعده الأستاذ فيصل إلى موضوع ويكيبيديا في العالم العربي ثم موضوع الترجمة.